اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من حوار مفتوح النهارده حلقه مميزه جدا وبفرض ان انا ست متجوزه وجوزي عرفته اللي هو متجوز عليا وهو ما قاليش اللي هو متجوز وجيت في ظل مسوده القانون الجديد بتاع الاحوال الشخصيه عرفت ان في حكم هيبقى عليه ايه الاجراءات اللي انا اخدها وايه اللي حي... إيه اللي هيتم في الموضوع ده ده اللي هنعرفه معانا ومعاكم النهارده في حلقتنا اللي بنستضيف فيها وبيشرفنا الاستاذ محمد الديب المحامي بالاستئناف العالي اهلا وسهلا بك يا فندم اهلا بحضرتك يا فندم ان انا اكون متواجد مع حضرتك النهارده اكيد يعني اهلا بيك يا فندم طبعا يعني القانون ده عامل شويه من الجدال يعني على كل الفضائيات اكيد طبعا القانون لازم يعمل ضجه اه فلو اتكلمنا عن اهم التعديلات اللي اقرتها المسوده واللي شكلت جدال كبير في يعني في في عموم الناس يعني انا عايز اقول لك ان الرجال بس اللي اتفقوا عليه او اختلفوا عليها الستات برضو اختلفوا عليها يعني لا الستات راضين عنها ولا الرجاله راضين عنها اكيد طبعا النهارده احنا لما يعني بنتطرق لعمل قانون جديد وبالخصوص اللي يعني لما يكون الموضوع متعلق بالحياه الاسريه يجب ان احنا نكون حريصين ان احنا نعمل قوانين تساعد على 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 استقرار الحياه الزوجيه وما يكونش فيه اي طرف من الاطراف يحس ان هو القانون ده جاي عليه النهارده طبعا طبقا للتعديل الجديد في مسوده القانون الاحوال الجديد بيفرض عقوبه جنائيه على الزوج حال ان هو تزوج على زوجته من غير ما يقولها تمام او يعلن طبعا انا شايف الموضوع من ناحيه الشرعيه وناحيه المجتمعيه مش مش يعني مخالف طبعا ان هنا القانون ده هيعمل مشاكل اجتماعيه وخلاف فقهي وشرعي كبير ليه ما ده اللي بسالك فيه يعني هو ده بقى هل هي النقطه دي بالتحديد مخالفه للشرع اه طبعا ان هنا الشرع ما الزمش ان هو يعني إن الزوج ما الزمش ما الزام اذا النهارده هو هو, هو 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 فكره ان هو تزوج من زوجة اخرى ده في حد ذاته هو شرعا مش حرام طيب انت النهارده ليه ب... ليه بتعتبرها جريمه احنا لما نيجي النهارده نتكلم في قانون خاص بالاحوال الشخصيه وبالاسره يبقى لازم نتجه للشرع طب مين مين المنوط بيه مراجعه القوانين واقرارها وعدم اقرارها بالنسبه لقانون الاحوال الشخصيه هو الأظهر الشريف لان احنا بنستمد قوانيننا من الشريعه اذا النهارده لما نيجي نصدر قانون ونتكلم فيه عن الحياه والعلاقه اللي بتربط الزوج والزوجه اذا لازم نرجع لايه للشرع اللي هو يمثله مين هنا في مصر الازهر الشريف يعني فطبعا هنا اعتقد ان الازهر مش هيوافق على حاجه زي كده لان طبعا فيها مخالفه للشرع كبيره واحنا اصلا اساسا احنا عندنا الدستور في الماده الثانيه اه بيقول ان ان الشريعة الإسلامية. بمبادئ الشريعه الاسلاميه اه هي المصدر القانون، م. طب انت ازاي بتعمل قانون مخالف؟ اذا هو مخالف اذا فهو عدم دستوريه، م. يعني هو اصلا في عدم دستوريه من قبل ما يصدر تمام لانه مخالف للشريعه طب انا هنا اسالك في الحته دي يعني في احد المواد اللي هي التعديلات فيها كاتبين آه، طبقا لمذهب الامام ابي حنيفه. يعني تطبيق التعديلات هل يعتمد على مذهب معين ولا المفروض يرجعوا لاحكام السنه ويعني وي الاحكام في العموم؟ أوه، يعني أوه. انا هلجا لمذهب معين عشان احتكم اليه ولا المفروض ان انا احتكم لمبادئ الشريعه الاسلاميه عامه؟ هو أنا لو هلجأ لمذهب واحد كان كان من كان من من يعني يعني من البداية كان هو كان تواجد عندنا مذهب واحد فقط لا غير نتعامل بناء عليه، إنما في مذاهب. إذا إحنا ديننا دين يسر وليس عسر. تمام؟ بمعنى يعني في يعني لحد هو الدين بيتوافق مع مع القرن الواحد 21 النهاردة إحنا واحد 21 لما نيجي إن نقول إن الحياة تطورت تمام؟ والله هندور في الدين وهنلاقي ما يتوافق مع الحياه اللي احنا عايشينها <applause> تمام؟ آه فطبعا آه موضوع عن فرض عقوبه جنائيه وغرامه على من تزوج على زوجته من غير ما يخبرها طبعا ده ده حاجه غير مقبوله ولا شرع قال كده والقانون ما ينفعش ان هو يقر حاجه زي كده. انا عايز اقول لحضرتك ان انا تحت الهوى بعض الزميلات ليا في الاعلاميات بي بيسالوك وبيقولوا لك ان بعض النساء آه زعلوا زعلوا من قانون زي ده لو اتطبق فانا قلت لهم ليه قالوا لي لان في بعضهم هو عارف ان جوزه متجوز عليه بس مش عايزين يبينوا له اللي هو متجوز خليه زي ما هو كده مش على الاساس اللي هو ايه حته كبرياء عندهم مش عايزين يبينوا مش عايزين يقولوا تمام, تمام. فانت كده خليته أجبرده على انه يقول لي انت كسرت حته الـ الـ الكبرياء عندي يعني انا خلاص آه. انا عارفه ومش عايزاه يقول لي تمام آه. النقطه دي بقى جميله جدا مم. في ايه مم. النهارده ممكن يكون واحد آه آه تزوج على زوجته من غير ما يقول لها مم. والحياه ماشيه مم. طبيعي جدا ومفيش اي مشكله مم. وممكن زي ما حضرتك قلتي أنها تكون عارفه متقبله الموقف مم. في سبيل ان استقرار الحياه الأسرية اللي هي عايشاها م. تمام م. النهارده لما نيجي نطبق قانون زي ده هنلاقي فيه فريقين فريق من الزوجات خايف على الحياة الأسرية ومش عايزها ايه تنهدم وعايز الـ 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 يكون الأب موجود والأم موجودة والولاد عايشين في جو أسري كويس تمام ودي هتتغاضى مج... مع العلم إن هي عارفة وتتغاضى في نوع تاني مش هيتغاضى وهياخد الموضوع بكبرياء والقانون هنا أوجدها الفرصة إن هي إيه؟ تنتقم طب في الحالة دي خلي القانون اتطبق وهي فعلاً هي كبريائها وموقفها و و و و و و و و اللي هي أخدته من إن جوزها تزوج عليها من أخرى من غير ما يقول لها قال انا لازم انتقم طيب بتلجا لحضرتك؟ نحبسه بقى نحبسه بقى نحبسه آه. بقى آه. يبقى حضرتك حبست الراجل آه. ولا من... هو قدر يصرف عليه ولا هو قدر أ... يصرف عليك ولا عليكي. قدر يصرف على الزوجة التانية يعني. وبعدين احنا بقى ايه ما احنا ل هنبص ل... 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 ليه هو كشخص ولا ليكي انتي كشخص ولا ليها الزوجة التانية كشخص طب والولاد؟ الاطفال الاطفال دي طبعا عشان نقدر ان احنا نخلي الحياه الاسريه في المجتمع المصري تكون مستقره يجب ان احنا نصدر قوانين يعني تتوافق مع الحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي وفي نفس الوقت ما يكونش فيها اجحاف بحقوق الطرفين يعني انا شايف طبعا ان النقطه دي ترجع للازهر الناس دي لما هيتعرض عليها قانون هتبتدي تدرس القانون وتقول رأيها ويصدر أو ما يصدرش بناء على الناحية الشرعية أولاً ومجتمعية ثانية تمام ويبقى في أخصائيين نفسيين برضو يدرسوا الأبعاد الاجتماعية لتطبيق أي قانون مش ده وبس يعني آه في ناس متضررين آه احنا شايفين قانون الخلع بعد قانون الخلع بعد ما تطبق آه دلوقتي يعني جيت حضرتك يعني معاصر محكمه الاسره وعدد حالات الطلاق والخلع والكترت كم يعني احنا بنزود كده عدد الطلاق يعني آه ونرجع طبعاً. نشتكي طب احنا عندنا عدد آه الطلاق بيزيد طب ما بيزيد من من نتيجه حاجات وكمان زياده نسبه الحضانه آه رفع سن الحضانه 15 سنه اه كان الاول 7 و9 سنين و12 وبعد كده 15 15 اه, آه. طبعا حضرتك احنا هنا النهارده دي الاسره هي نواه المجتمع. اذا اردت ان تفسدي مجتمع افسدي مم. الاسره. ما هي المجتمع عباره عن ايه؟ اسر. مم. تمام؟ لما تيجي تصدر تعمل قانون اعمل قانون يحافظ على الروابط الاسريه. ما تعملش قانون يهدم الحياه الاسريه. مم. طيب مم. استاذ محمد يعني الاستضافه يعني حواليها جدال كبير. ايه اللي احنا يعني دايما بيقولوا حته الطفل لما بيروح للشخص المضيف سواء كان الاب او الام بيلاقي حته يعني يعني اختلاف في طبعا اساليب المعيشه كانت عند الام كان بيتعامل بطريقه معينه سواء كانت الام الحاضنه ولما بيروح للاب سواء كان مثلا الحاله الاجتماعيه بتاعته متزوج او مش متزوج فلو متزوج دي حاله ثانيه بقى يعني بتبدا بقى الخلافات وبتبدا زوجة الاب بساعات بتمارس سلطتها او زوج الام بيمارس سلطته على الطفل فحته الاستضافه دي كانت في ناس متفقه معاها وفي ناس مختلفه تماما معاه فراي حضرتك فيها ايه والله موضوع الاستضافه هو طبعا موضوع الاستضافه دي حاجه مهمه م. انا شايفها من وجهه النظريه دي حاجه مهمه ليه ليه لان اسره الطفل مش بتتمثل في والده بس م. ليه لان اسره الطفل في 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 والد الاب وفي امه وفي غيرهم كتير فلما انا اخد حكم بالرؤيه بنفذه كشخص بروح مكان الرؤيه انا منفذ بنفذ الحكم طالع لصالح بروح اشوف ابني بمشي الساعه الثلاث ساعات اللي هو اقر القانون اللي, هي في الاماكن اللي هم حددوها الاماكن العامه اه مراكز الشباب مراكز الشباب اه طبعا انا شايف برضو ان هو يعني الموضوع آه الى حد ما برضو صعب صعب, مم. صعب. اماكن مم. عامه وممكن مم. برضه يكون مكان مش مناسب وبعدين النهارده حضرتك اغلب الاماكن العامه في موضوع الـ الـ الرؤيه, الرؤية. مش مؤهله التاهيل اللي هو يساعد الطفل كمان العامل النفسي يا استاذ محمد يعني لما طبعاً. الطفل بيحس من هو صغير اللي هو بيروح ومجبر على مكان اللي هو يتشاف فيه ويجي بابا ويبقى فيه خلاف وساعات ساعات فاثناء القعده دي يحصل خلاف بين الاب والام ده بيخلي عند الطفل لا انا مش عايز اروح تاني بالظبط بيخليه ينفر من يعني يعني بيبقى اليوم اللي هو شايف ان هو هيقابل فيه آه والده مم. يوم صعب بالنسبة ده ناهيك على ان بعض الاب يعني الاباء وال او السيدات بيمتنعوا عن المروح خالص طبعا هنا هنا عدم تنفيذ حكم الرؤية في حد ذاته م. تمام آه ليه عقوبة سواء انا بتكلم سواء لعدم التنفيذ او حتى الاب لما بيجي ما بيرضاش يجي يعني ساعات الام بتجيب الطفل آه. والاب ما بيرضاش يجي احنا هنقول مش هنقدر نقول ان 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 دايما الام بتبقى مخطئة م. تمام لا ما احنا عايزين نمسك يعني, يعني موضوع من نص يعني ده. احنا انا من خلال تجاربي وشغلي مم. بلاقي فجأة ان الموكله بتقول لي انا رحت بابني او ببنتي مم. وهو ما جاش طبعا هيك عن الموضوع ده بالذات طفل وهو رايح مؤهل نفسيا ان يشوف والده فما يلاقوهوش موضوع طبعا نفسي مش كويس صحيح تمام في يعني من النقاط المهمه اللي اثرها القانون الجديد ان ان الصفه القانونيه للمراه منتزعه يعني ده راي احد يعني القانونيات ان دي الصفه القانونيه هي ما تقدرش لا تعمل له. مثلا شهاده ميلاد ما تقدرش تعمل حتى عمليه جراحيه لو هو محتاج لعمليه جراحيه ما تقدرش تعمل اي ورقه رسميه امام الجهات الحكوميه تعليق حضرتك انا شايف النهارده ان ان اي شخص يكون معاه الحضانه فلازم القانون يصرح له بكل ب ب ب ما هو ممكن لمساعده المحضون اللي هو الطفل تمام النهارده طبعا اذا انا ابقى معاه حضانه حضانه هي ايه ما هو انا حاضنه الحاضنه هي اللي بتراعي الطفل من جميع الجوانب م. من كل حاجه هي مش مجرد حاضنه ان هي قاعده بتربيه في البيت وبس م. في 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 مدرسه في الطفل في وقت معين بيختلط م. في وقت معين بيحتاج حاجات هي لازم هي اللي تقوم بيها ليه؟ لان الطرف الثاني في في الغالبيه العظمى بيبقى مشغول مشغول م. فانت ليه تايد الموضوع على آه الحاضنه آه ان هي اختصاصها ان هي تربي وتاكل وتشرب والكلام ده لا, لا بالعكس هي هل تقدر تعمل ليه حساب بنكي للطفل؟ هي طبعا اي حاجه بيبقى فيها معاملات ماليه تمام مم. بالنسبه للطفل هي بتلجا بعد كده للمحكمه بيديها امر وقتي القاضي تمام زي الولايه تعليمية كده مم. تمام مم. تلجا له بتطلب منه الحاجه دي فهو مم. يديها ايه تصريح زي الولاية التعليميه النهارده هي ما تنفعش تنقل الطفل من من مدرسه لمدرسه تانية الا لو كان معاه ولايه تعليميه مش معاه ولايه تعليميه المدرسه بترفض مم. الكلام ده مم. تمام مم. في الحاله دي يعني آه القانون برضو يعني اسمح لها ان هي تلجا للمحكمه بطلبها المعين ده. اللي هي بتبقى عايزاه طيب آه البطء في احكام تنفيذ النفقه ازاي نقدر نفعل آليات تنفيذ عشان نسرع من سرعه وجوب النفقه. والله انا انا شايف ان في حته النفقه لازم يكون في قانون الوداع. النهارده يعني مش لمجرد ان ان الحياه الزوجيه انتهت ان يبقى في صراعات وان والصراعات دي اللي يحاسب عليها الطفل، النهارده لما لما انت ما تدفعش النفقه المفروض تصرف عليها على الطفل منين؟ إيه؟ هتصرف عليه منين تمام النهارده القانون ده حق ترفع دعوه الدعوه بتاخد كام شهر طب ده ده كام شهر متداوله ده ناهيك بقى عن ايه عن ان ان, إن ممكن تقعد شهرين على الحكم يطلع تمام فاحنا انا شايف ان هو القانون في النقطه دي بقى لما تيجي تعدل افرض عقوبات رادعه على عدم التزام الـ الاب بالانفاق وصادر ضده حكم النفقه طبعا الاسئله في في قانون الاحوال الشخصيه الجديد ما بتخلص أكيد. وعايزين حلقات عشان نناقش بنود المواد الاخرى ولكن وقتنا خلص للاسف وبشكر حضرتك جدا استاذ محمد كتن. على اللقاء المثمر وعلى وعد باذن الله الحلقه الجايه مع الاستاذ سحر شوقي ومعايا والأول مره هنطلع احنا الاثنين مع بعض آه، استنونا ونشوفكم دايما على خير شكرا لكم والى اللقاء.